يقول السائل يا شيخ بالنسبه لسنه الجمعه وصلاه سنه الجمعه القبليه هل هي ثابته في السنه ام بدعه وكم نصلي قبل الجمعه ماجورين؟ الجمعه ليست لها راتبه قبلها ولكن يصلي ما تيسر له اذا دخل المسجد على الاقل يصلي تحيه المسجد ثم يجلس ينتظر صلاه الجمعه. وإن أكثر من الصلاة إلى أن يحضر الإمام فهذا أفضل، نعم